وأسلوب إيان جوكس في الحديث فيه القدرة على إنه يقدر يأثر على الناس، يقدر يأثر على المعلم، المعلم اللي يسمع كلامه يأثر عليه، لأنه هو كلامه فيه منطق وعنده القدرة على الإقناع، عنده هذه المهارة. ومن مؤلفات إيان جوكس طبعا هو ألف العديد من الكتب، راح أعرض بعض الكتب وشرح مبسط عن محتوى الكتاب لكل واحد. أولا كتاب Living on the Future Edge، ترجمة الحرفية العيش على حد المستقبل، وتم نشر الكتاب 2010 شهر 5 شهر مايو. وطبعا اشترك في تأليفه إيان جوكس ولي كروكيت وتيد ماكين، كلهم ناس مهتمين بالتعليم، مهتمين يعني بالعملية التعليمية. يتكلم الكتاب عن التكنولوجيا ويقولون ان التكنولوجيا غيرت طريقة حصولنا على المعلومات، وشلون هم بعد احنا نرفه عن نفسنا، شلون نستخدم الفري تايم كله على النت، وشلون نتواصل مع الآخرين. التواصل صار كله أونلاين، قليل صار التواصل يعني فيس تو فيس، نقابل بعض. وأيضا العمل صار أغلب العمل أونلاين، وكيف ندرس فيه بعد نقدر نستخدم مثلا ريسورسز أونلاين، أو يعني حتى لما نكتب شيء ما نكتبه بيدنا، أغلب المشاريع تكون على الكمبيوتر. وكيف نتعلم، ممكن نشوف فيديوهات تعليمية. وهذا الكتاب يعني يركز على المدرس، إنه شلون ممكن نغير نظرة المدرس للعالم، نغير نظرته القديمة التقليدية، يحاول يأثر عليها إنه يهتم بالتكنولوجيا أكثر، يهتم إنه يدخل التكنولوجيا داخل حصته ويخليها متطورة، ما يخليها جامدة مثل الدروس القديمة، الطلبة ما راح يتقبلونها. ويصف إيان الكتاب إنه هو مثل تحدي حق المدراء المدارس، إنه يعيدون النظر لمفهوم التعليم والتعلم عندهم، إنه يغيرون مفهوم التعليم فيناسب حاجات المجتمع الحين المتقدم. وطبعا يناقش في تنبؤاته ونظرته للمستقبل، وشلون ممكن نجاري المستقبل. وأيضا الكتاب الثاني اسمه The Digital Diet، أو النظام الرقمي بالعربي، وأيضا تم نشره شهر مايو 2010، واشترك في تأليفه إيان جوكس طبعا ولي كروكيت وأندرو تشيرشز. وهذا الكتاب يعتبر يعني مثل ريسورس مناسب في لستة حق كل البرامج، كل المواقع المفيدة ممكن يستفيد منها كل مدرس، مدرسين القدم، مدرسين الجدد اللي ما عندهم خبرة ممكن يستفيدون من هذا اللستة. عبارة عن منيو في تعليمات وفي يعني شرح مبسط عن كل برنامج، وكل برنامج يفيد حق شنو، شنو ممكن استفيد منه، شنو استخدم هالبرنامج حق شنو. مثلا هالبرنامج اعرف فيه كتابة كلمات، هالبرنامج ممكن اعرف فيه يعني مثلا معادلات رياضية، كل برنامج شنو يفيد. وفي شرح مثلا عن ويكيبيديا، وفي شرح عن شلون ندور عن معلومة، وشلون ندور عن نصمم يعني انشطة حق الطلبة، work paper. ومن الكتاب الثالث اسمه Getting It Right، أو كيفية التطبيق الصحيحة، وتم نشره 2011 شهر 8، واشترك في تأليفه إيان جوكس، مات مكلور ورادولف مكلين، هم بعد كلهم ناس مهتمين بالتعليم. ويتحدث هذا الكتاب يعني عن التكنولوجيا بشكل خاص، إن شلون نستخدم التكنولوجيا حق Measurement Evaluation، القياس والتقويم، قياس الدرجات وتقويم الدرجات، تقويم أداء الطلاب. وأيضا عن التخطيط، lesson plan، شلون ممكن أستخدم التكنولوجيا حق تخطيط الدرس، أسوي التحضير وأكتب الأهداف السلوكية والأهداف المعرفية والأهداف الوجدانية اللي ودي أحققها
حق طلبتي، وأيضا شلون ممكن أحفز الطلبة حق الدراسة، أخليهم يهتمون بالدراسة أكثر، أأثر فيهم، أخليهم أكون مدرس ناجح صدق. وأيضا يشمل الكتاب تجارب ناجحة للمعلمين، شلون وضعوا أهداف تناسب احتياجات الفصل. أنا لازم أضع أهداف تناسب احتياجات فصلي، ما أضع أهداف مثالية أو أهداف مثل أكبر من عمر الطلبة. مثل أنا أتوقع من الطلبة الصغار ما يكونون يقدرون مثل يحلون مشكلات، أو يقدرون مثل يعطون رأيهم، أو ينقدون لهم موضوع، ينقدون لهم رأي، ما يقدرون. الطلبة الصغار ممكن أنا أتوقع منهم أن يقدرون مثلا يرسمون رسمة، أو يعبرون بطريقة بسيطة جدا، ممكن يقول رأيه بطريقة بسيطة، بس ما أتوقع منهم شيء فوق طاقتهم. لازم تكون أهدافي واقعية، لازم تكون تناسب الطلبة، تناسب العمر، وتناسب المادة، ما تكون خارج المادة الدراسية. وآخر كتاب راح أعرضه هو Literacy is not enough، الترجمة معرفة القراءة والكتابة غير كافية، وتم نشره أيضا 2011، واشترك فيه إيان جوكس، لي كروكت، وأندرو تشيرشز. وهذا الكتاب يتكلم عن تطوير أساليب التعليم، أن تعليم القراءة والكتابة التقليدية غير كافية في هذا الجيل. أنا أبي الطلبة ينجزون شيء، فأنا أبيهم أعلمهم على شيء يعني يقدرون يستفيدون فيه بحياتهم، ما أعلمهم على شيء ما يستفيدون منه بعدين لا كبروا. أعلمهم شلون يفكرون بإبداع، شلون يحللون، شلون ينقدون، وليس مجرد حفظ. وطبعا يقول إيان جوكس إن أغلب الطلبة المتفوقين في المدارس هم أذكياء فقط في حل الامتحانات، يعني هم بالحياة الواقعية ما عندهم ذكاء، مثل ما عندهم ذكاء اجتماعي، ما عندهم ذكاء مثل حل مشكلات، ما يقدرون يحلون مشكلاتهم، ما يقدرون يتصرفون بالطريقة الصحيحة، يتصرفون بالطريقة اللي المفروض يتصرفون فيها، ما يقدرون مثل بالشغل ما راح يعرفون يتصرفون، ما راح يعرفون شلون يتكيفون مع الوضع. فإحنا مو قاعد نعدهم حق الحياة بهالطريقة، بالعكس نظلم الطلبة، لازم نعلمهم على هذه القدرات اللي هي القدرات العقلية العليا، وليس القدرات العقلية المنخفضة مثل الفهم والحفظ. لازم نعلمهم على التحليل وعلى الإبداع وعلى حل المشكلات. وهذا اللي هو أثر التلقين السلبي على الطلبة، أنهم ما راح يقدرون يعيشون حياتهم بطريقة صحيحة، بس راح يكونون شطار بالامتحانات فقط ولا غير. وطبعا بالكتاب تكلم عن العمل الجماعي وحل المشكلات والتفكير الإبداعي. وشكرا لحسن استماعكم.